المدافع وتطلع خارج الملعب من بابلو ماستروني، ضربة ركنية للمنتخب البرتغالي. ضربة ركنية للمنتخب البرتغالي على طول بالراس، تتخلص ترجع العدول. جول 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 جول، هدف 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 من بيتو. بيتو حقيقة أيضا يعيد الآن البرتغال المباراة ويقلص النتيجة بهدف بيتو في الدقيقة 38. 4 أهداف في هذه المباراة حتى الآن. المباراة رايحة تشهد أهداف، المباراة مباراة أهداف اليوم، مباراة مباراة أهداف فعلا. المباراة الوحيدة حتى الآن في هذه البطولة اللي تنتهي ب4 أهداف كانت مباراة سعودية وألمانيا. الآن ها هي هذه المباراة الشوط الأول حتى الآن في الدقيقة 39، 3 أمريكا، البرتغال 1. البرتغال إذن قلصت النتيجة عن طريق بيتو وأنعشت آمال البرتغاليين في تعويض النتيجة وتعويض 3 أهداف. كرة اللعب على طول توصل وبتعدي خارج الملعب، تصبح ضربة مرمى من أمام بيسلي. هذا بيسلي لعب خط هجوم المنتخب الأمريكي وضربة مرمى، وهذه عادة للهدف اللي تسجل عن طريق بيتو. وهذا المدرب اللي أخيرا تنفس الصعداء ويقول ربع لا رجعوا خلاص رجعوا، والآن الدور على الهدف الثاني والثالث والبحث وتعويض الأمور.